تعريف بسيط للعقم الثانوي مرة أخرى، فهو صعوبة في الحمل مرة أخرى بعد حمل سابق. تتوقع هذه دكتورة نجيب فعلا زيان؟ كاين حالات ديال تأخر الإنجاب من النوع الثاني، يعني أزواج عندهم أطفال، أو لا الزوجة حملات وتوقف الحمل، أو لو وقع حمل في القرن. يعني ماشي ضروري يكون أطفال في المنزل باش نتكلموا على تأخر الإنجاب من النوع الثاني. دونك هادو حالات مرضية اللي خصنا نقلبوا على الأسباب أو لا السبب. وتسميهم دكتورة عقم، عقم ثانوي. عقم هو مرحلة نهائية. يعني ما يؤوس منها. دابا عوضنا كلمة عقم بتأخر الإنجاب. واضح. وبالفرنسية ما بقيناش كنتكلموا على ستيريليتي، كنتكلموا على انفيرتيليتي. منين تجي هاد الانفيرتيليتي؟ منين تجي هاد الصعوبة ألوغ كو ولدات السيدة من قبل؟ كاين أسباب متعددة اللي تقدر تكون عند الزوج، اللي تقدر تكون عند الزوجه، واللي تقدر تكون عندهم بزوج. ونفس المشاكل اللي المشاكل الطبيه والصحيه اللي كنلقاو في التاخر الانجاب من النوع الاول، هما نيت اللي غنلقاو في تاخر الانجاب من النوع الثاني. يعني حالات مرضيه اللي خصها تشخيص، يعني تحاليل كنعرفوا علاش المشاكل اللي مطروحه باش كنوصلوا للعلاج. يعني صعوبة في الإنجاب الأول العام اللي تنتكلموا عليه، نفس أشياء تتنطبق على الصعوبة في الإنجاب الثانوية، نفس المشاكل الصحية، يعني نفس الأسباب، واخا كنلقاوها في الحالات بجوج، نفس الأعراض، نفس كذلك طرق العلاج، نفس الأعراض ولا نفس التعريف. يعني أزواج عندهم طفل أو ما عندهمش طفل، من السيدة فايتة حملات وعام ما استعملوش الموانع ديال الحمل وما كاينش حمل. تتكلموا على هذه الحاله مرعم. مرعم مرعم. واخا شنو تقترحوا على هاد الناس كعلاج؟ واش نفس طرق العلاج بالنسبه للناس اللي ما عمرهم ولدوا؟ نفس طرق العلاج. يعني المراحل الاوليه كيكون تاخر ديال الانجاب، كما قلت علاقه زوجيه منتظمه بدون موانع ديال الحمل مده ديال عام. هنا النصيحه اللي كنعطيو للازواج ما يتعطلوش بزاف، يمشيو لعند الطبيب باش كنشوفوا شنو هما. حيت ما تيفكروش في هاد القضيه، تيقولوا احنا والدين ما يمكنش ما نقدروش نولدوا مره واحده اخرى. فعلا هذا هو الواقع ديال المغرب، كيقول لك حنا عندنا اطفال اذا غنبقاو نتسناو. لا، كاين مشاكل صحيه كتفسر تاخر الانجاب، رحله مرضيه. دونك الازواج كنوصيوهم ما يتعطلوش باش يمشي، حيت عامل الوقت بزاف الحالات ما كيكونش في صالح الازواج، خصوصا الا كان صالح الزوجه. ملي كيكون مشاكل صحيه اولا السن ديال الزوجه كيكون من بعد 36 سنه. واضح. تنعرفوا بان السيدات عندهم واحد خزان ديال البويضات، واش فاش ما تيقدروش يولدوا المره الثانيه يقدر يكون الخزان ديالهم تقاضى؟ فعلا من الاسباب اللي كتفسر تاخر الانجاب النوع الثاني اولا الاول، وهو المشكل ديال المبيض. يعني الاحتياطي ديال المبيض كينقص، والكمي الاحتياطي ولا كاليتي اوفوسيتير، يعني الجوده ديال البويضات. هذا المشكل امتى كنبداو كنلاحظوه؟ ابتداء من سن ديال 36 سنه، وكيكثر بزاف ابتداء من 40، وكيولي حاضر بحده ابتداء من 43 سنه. داكشي علاش تكلمت على عامل 43 سنه الخصوبه كتنقص بزاف. داكشي علاش كنبغيو الازواج ما يتعطلوش باش عامل الوقت نتحكموا فيه قبل في الوقت. يعني الا سالنا هذا الخزان ديال البويضات شنو يمكن لكم تقترحوا؟ يعني صعيب ما ملي كنتاكد هنا السن ديال الزوجه حاضر، حيت كاين الحالات ديال سن الزوجه صغير والخزان نقص، كاينه، والعكس ديال الخزان ديال الزوجه نقص والسن تقدم، يعني في الأربعين. هنا حالات مختلفه من ناحيه ديال الطرق ديال العلاج. يعني هكي يعني تقدر تكون سيده عندها سن متقدمه وعندها خزان عامر والعكس صحيح؟ لا، خزان عامر ولكن الجوده ديال البويضات كتنقص. وكنعرفوا ان البويضه هي اللي كتغذي الجنين في 5 الايام الاولى من بعد الاباضه. دونك هذه الاهميه ديال الجوده ديال البويضه، لان البويضه راه كاينه تقدر يعني تقدر تخصب، تقدر يعني تكون جنين مستقبلا، ولكن فين تتاثر الجوده ديالها على الجنين؟ هي هذيك. دونك ملي كيتكون الجنين، ملي كيتكون الجنين شكون اللي كيعطي شكون اللي كيغذي الجنين قبل ما تيشد في الرحم؟ هي البويضه، هي لوفوسيت، هي البويضه ديال السيده، هي ديال الزوجه. فهذيك الخمس ايام الاولى فين كيتكون الجنين؟ كيتكون في القرن، وعاد كينتقل من القرن للرحم. شكون اللي كيعطي لي زابور انرجيتيك، الطاقه للجنين؟ وهو لوفوسيت. اذا يعني الام مكلفه بهذه القضيه. ملي كيكون البويضه ديال السيده جيده، الجنين كيقدر يعيش
باش كيتنقل حتى كيشد في الرحم في 5 أيام 6 أيام الاولى. فاش علاش كنلاحظوا السيدات اللي كيتقدموا في السن اما ما كتحملش اما كاين الاحتمال ديال توقف ديال الحمل المبكر. يعني لان الجوده ديال البويضه ما كانش مزيان وما ساعدتش هذا الجنين انه يشد في بلاصتو في الرحم ويبقى عايش. رسالتك لكل السيدات اللي تعانيوا من هذا ماشي العقم الثانوي لكن قله الخصوبه الثانويه. هنا الازواج ما يتعطلوش يعني اللي كانوا في هذا النطاق ديال هذا الموضوع يمشيو عند الاخصائي باش يشوف يعني كيمروا بمرحله ديال التشخيص. كاين حالات بسيطه اللي كتعالج بسهوله وكاين الحالات اللي كتخص اللي كتهم الازواج من ناحيه المساعده الطبيه للانجاب باش كنوفروا الحظوظ الازواج ويكونوا عندهم اطفال او لا طفل في المنزل. شكرا لك دكتوره ناديه مزيان متوكي، شكرا لك على الحضور على المعلومات القيمه اللي تتقدميها بطريقه سلسه ومفهومه جدا. شكرا لك مره اخرى. نمشيو لحظه عند وده جنان اللي مقترحه عندنا مجموعه من النباتات ضد الحشرات. قدمنا مجموعه من النباتات يعني اخرى بحال الحباق بحال النعناع. اليوم عندها واحد تشكيله اخرى ضد الحشرات خصوصا وان فصل الصيف جايه.